طيب كيف الآن نختار how to select a statistical test؟ كيف نختارها؟ أربع بسيطة، أربع أمور إذا أدركتها تستطيع أنك تختار أي statistical test. أول أمر types of data، هل الداتا حقق nominal or ordinal or quantitative اللي قلنا عليها أمس تهمنا الـ continuous data. إذن أول أمر هو types of data، ما هي الداتا حقق؟ وامس ناقشناها والحمد لله عملنا عليها تمارين واعتقد الكل مستوعبها. هل هي نومينال داتا؟ هل هي اوردينال داتا؟ هل هي كوانتيتيف داتا اللي قلنا يهمنا الكونتينوس داتا؟ الامر الثاني اذا كانت الداتا كوانتيتيف كونتينوس هل هي نورمال ديستريبيوتد ولا نون نورمال ديستريبيوتد؟ بسيط اتاكد، واحنا اخذنا امس قاعده كيف نعرف ان الداتا نورمال ديستريبيوتد وكيف نعمل الداتا نون نورمال ديستريبيوتد. نضرب الستاندرد ديفيشن فيه، اذا اقل من المين نورمال، اذا اكثر من المين نوت نورمال. في تيست في الاستاتستيكال يسموها شابيرو تيست، اذا حبينا نعملها بالاستاتستيكال، بس دي حاجه على طول بالنظر. الامر الثالث انه تايب اوف كومباريزون، هل انا اقارن بير يعني شخص معين شخص وحده بيفور وافتر بير او امبيرد جروب وجروب؟ دي نقطه في منتهى الاهميه، انت تشوف في البحث حقك هل تقارن على مريض قبل وبعد، فدي حيكون حنمشي في سكة paired. هل تقارن جروب وجروب؟ حنمشي في سكة الآن paired. والأمر الآخر الرابع والأخير هو number of groups، هل هما two groups three groups four groups؟ بس ده كل ما في الموضوع بالنسبة لاختيار الموضوع اللي نشوفه صعب جدا. في أربع نقاط رئيسية أعيدها، إذن أول أمر types of data، الأمر الثاني distribution للداتا هل هي normal distributed ولا non normal distributed، الأمر الثالث type of comparison هل هي paired أو unpaired، والأمر الآخر هو number of groups. طيب تعالوا الآن نشوف لل by variable اثنين، يعني by variable تعالوا نشوفهم سهلين جدا. الآن ألستم معي أن ال bleeding time مش اتفقنا إحنا أمس continuous data إن عبارة عن جنبها وحدة والوحدة متعارف عليها، هذه ال bleeding time continuous data ولا لا؟ جميل. وال birth control pill يا حبوب منع الحمل، يا النساء تستخدم والنساء ما تستخدمش، مش ايش اسمها؟ برافو عليكم، nominal data. اي خلاص القاعده الاولى، اي data continuous data ومع nominal data اهي continuous data وهذه nominal data، واهم النقطه الثانيه ايش نشوف فيها؟ normal distributed، صح ولا لا؟ فهنا لو ضربنا في اثنين الستاندرد ديفيشن لو سمحتوا اقل من ال 0.7 0.3 لما ضربها في اثنين 0.6. جميل، اذا دي على طول ستودنت تي تيست. اذا اختيار ستودنت تي تيست له الاتي، لابد ان تكون داتا الديبندنت هو كونتينيوس داتا، وفي معنى كمان 1 نومينال داتا، 1 نومينال داتا طبعا يا ياس يا نو. الأمر الآخر نشوف هل هي normal distributed ولا non normal، هنا normal distributed خلاص، إذا normal distributed بهذه الصفات نقول student t-test. جميل، طيب تعالوا نشوف نفس الجدول، بس لو سمحتوا مش دي continuous data ودي nominal data، ناس user وناس non user صح؟ standard division ضربوه في اثنين لو سمحتوا أكبر من المين، إذا هذه man Whitney test. إذا شروط استخدام المان وثني تيست أمرين، إن الداتا أول أمر إنها في فاريبل ديبندنت كونتينيوس داتا، والواحد نومينال داتا اللي هو يس ونو، وإن احنا نشوف الديستريبيوتد هذه واضح إنها نون نورمال ديستريبيوتد، فبالتالي نستخدم مان وثني تيست. أعيد عشان ما تتوهش مني، ستودنت تي تيست مان وثني تيست الغرض منها إيش؟ حساب البي فاليو. يعني ايش؟ يعني العلماء قالوا ما ينفعش استخدم هنا student t test لانه الداتا ما هيش متوزعه توزيع طبيعي، فجابوا لها معادله ثانيه سموها man Whitney test ومن خلالها تطلع بي فاليو. جميل، بس اوه يا غلطتي انا، المفروض اقول لكم انتم كان المفروض تقولي انه ما يقعش ان احنا نقول man Whitney test ونعبر عن الداتا وهي non normal distributed بالمين والستاندرد ديفيشن. كان المفروض تكلموا بعد قبل ما تنزل الشريحه. اكيد إذا لابد ميديان اند رينج، وبالتالي نطرح ميديان اند رينج. دي نقطة في منتهى الأهمية، شوفوا
ما ينفعش الداتا ديسكريبشن شيء والاستاتستيكال شيء، فما معنى انه انا استخدم مان وتريتس معناها نون نورمال ديستريبيوتد. اذا ما دام هي نون نورمال ديستريبيوتد الاصل اني اعبر عن الداتا بال ميديان ورينج. جميل. طيب تعالوا نخلص هذه اللي قلناها عليها البسيطه جدا بالفيجرز الاتي. باي فاريبل داتا اور اناليسيس، مش كونتينوس داتا مع واحد نومينال صح؟ وكونتينوس داتا مع واحد نومينال، هذه نورمال ديستريبيوتد داتا، اذا نعبر عنها بمين وستاندرد ديفيشن ونستخدم ستودنت تي تيست. هذه نون نورمال ديستريبيوتد داتا ميديان ورينج ومانو تي تيست. مبروك عليكم، عرفتوا دحين عرفتوا تو ستاتستيكال تيست، وحتكون في تمارين حتشوفوها وان شاء الله حتحلوها بمنتهى السهوله. تعالوا الان نشوف المالتي فاريات اناليسيس. في one dependent اللي هو مثلا ده continuous واضح صح؟ خلوكم معي لو سمحتوا تفاعلوا معي بالله. ده renal functional clearance test اكيد ما دام فيها وحده اكيد حتكون continuous. وفي multiple nominal. شوفوا في الاول كان one، هنا multiple nominal. مثلا drug A، drug B، drug C، multiple nominal. طيب تعالوا نشوفهم. هذه continuous data renal function زي ما شايفينها. وهنا مالتيبل نومينال، شايفين درج اي درج بي واوبن سيرجري، دخل فيها حاجه مثلا اوبن سيرجري، عاوز يقارن هل الدرج اي افضل ولا الدرج بي ولا انه يعمل اوبن سيرجري. طيب الان تعالوا نشوف الجدول قدامنا. كونتينيوس صح؟ وذي مالتيبل نومينال. الديستريبيوشن ايش شكله؟ قولوا لي. جميل. نورمال ديستريبيوشن. إذا دي نعبر عنها بالمين اند ستاندرد ديفيشن ونستخدم انوفا تيست. لأنه مالتيبل نومينال. هنا مالتي فاريات. أصبح هناك مالتي فاريات. جميل. لو عملنا كذا حيش حتطلع؟ خلاص راح المالتي فاريات. ستيودنتي تيست. أكيد حنعمل ستيودنتي تيست. واضحة الفكرة؟ طيب الان نفس التست، ايش رايكم بالنورمال ديستريبيوشن؟ ها نوت نورمال صحيح. اذا الميديان ورينج يروح ال وال وال والستاتستيكال تيست نسميها كروكسال واليس. طيب باقي حاجه ايش هي؟ برافو عليكم، اكيد حنغير ميديان ورينج، حنغير القيم ميديان ورينج، وحتكون هنا كروكسال واليس. لا هنا الامور واضحه، لو عملناها كذا اذا ما نوتي تيست. واضحه الامور؟ شايفين كيف لما تكون باي فاريبل وما تكون مالتي فاريت، فبالتالي هنا حتكون ما نوتي تيست. اعيد، اذا كانت كونتينوس داتا ونومينال مالتيبل نومينال مين ستاندرد ديفيشن انوفا تيست، اذا كانت نون نورمال ديستريبيوتد ومالتيبل نومينال ميديان ورينج كروكسال واليس. سمبل سهلين. طيب الان نفسها لو سمحتوا، في نقطة مهمة جدا، هي نقطة ادفانس بس سهلة. الان طلعت البي فاليو 0.1، ايش دي؟ يعني علاقة حقيقية. طيب لو ما اجي اقراها ما استطيع اقراها، ما اعرفش اقراها، هل الافكت مع جروب مع دراج اي ولا دراج بي ولا اوبن؟ ما اقدرش. لابوري اثنين، فكيف يعملوا؟ يعملوا حاجة يسموها البوست هوك تيست. البوست هوك تيست إحداهم يسموهم بنفروني تيست، في أكثر من بوست هوك تيست، بس المشهورة هي بنفروني تيست. إيش تعمل بنفروني؟ تروح تمسك الدرج إيه مع الدرج بي، وتشوف حقه، يعني كأنها تشتغل تي تيست، وتروح تمسك الدرج إيه مع الأوبن سيرجري، وبعدين تمسك الدرج بي مع الأوبن سيرجري، وتطلعنا فين بالضبط العلاقة العلاقة اللي هي سيجنيفيكانت أو العلاقة الريال. هذه الوحيده اللي فيها بس حاجه ادفانس. اذا لما تكون مالتي فاريت ما اقدر احكم لو طلعت سيجنيفيكانت، ما اقدرش احكم، لابد من حاجه تيست اضافيه نسميها بوست هوك تيست. واحده من البوست هوك تيست يسموها بنفروني تيست، في اكثر من بوست هوك تيست. ايش الهدف منها؟ تشتغل زي التي تيست، تروح تقارن اي مع بي، دراج اي مع دراج بي، ودراج اي مع الاوبن سيرجري، وكمان دراج بي مع الاوبن سيرجري، وتشوف اللي طلع فيهم
السيجنيفيكانت. لكن ليش نوصل له احنا اذا كان مالتي فاريت وطلعت سيجنيفيكانت لا نستطيع نحدد فين السيجنيفيكانت بالضبط. عاوزين تيست اضافي نسمي التيست الاضافي ايش؟ بوست هوك تيست. احدى التيست حق البوست هوك تيست يسموها بانفروني تيست، في ال اس دي وفي كثير منها. ايش الهدف منها؟ تشتغل زي التي تيست، تروح تقارن اي مع دراج اي مع دراج بي ودراج اي مع الاوبن سيرجري ودراج بي مع الاوبن سيرجري وطلعنا فين بالضبط العلاقه الحقيقيه اللي هي الديفرنس فين بالضبط. ده بالنسبه للمالتي فاريت. لو كان عفوا لما تكون مالتي بس لو كانت العلاقه بالشكل ده خلاص ما عاد يحتاج شيء، نقول لا يوجد فرق بين الثلاثه كاملين، ما في اي فرق خالص. بالضبط لانها تشانس، لانها العلاقه بالصدفه، فبالتالي ما فيش اي فرق بين الثري جروبس. خلصنا مبروك عليكم خلصنا. فاقي حاجه بسيطه كوالتيتيف، الكواليتيف داتا اناليسيس. لو كانت نومينال مع نومينال نومينال مع نومينال نستخدم كاي سكوير. اهو شايفين مش هايبرتنسيف يا سونو ومش ليبيد بروفايل نورمال وهاي، خلاص دي كاي سكوير على طول رسمي الديبندنت. طيب النومينال ديبندنت فاريبل وان نومينال اندبندنت فاريبل، هذه كاي سكوير اللي تكلمنا عليها الان. في نقطه مهمه هنا خاصه للكاي سكوير، لو اي خليه من الخلايا اقل من 5 ما نقولش كاي سكوير، نسميها فيشر اكزاكت. هي كاي سكوير بس المعادله تتغير، ما هيش معادله الكاي سكوير، يسموها فيشر اكزاكت. اي خليه من الخلايا اقل من 5 فيشر اكزاكت، سهلة ما فيها أي مشكلة. إذن هي نومينال نفسها، نومينال باي نومينال، لكن واحدة من الخلايا، هم أربع خلايا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحدة حتى واحدة مش شرط اثنتين، واحدة من الخلايا أقل من 5 إذن المعادلة يستخدم هي اسمها فيشر اكزاكت. هذه حاجة هي أدفانس. لو ما يكون نومينال داتا نومينال باي نومينال لكن لنفس الشخص بيفور وأفتر، ما استخدمش كاي سكوير في تيست يسموها ماكنيمار تيست. اعيد اكتبوها لو سمحتوا. ماكنيمار تيست هي عباره تقيس كمان النومينال داتا مع النومينال داتا، بس الشرط تكون لنفس الشخص بيفور وافتر، بيفور وافتر، فنسميها ماكنيمار تيست. شايفين هنا نومينال قسم الجروب اقل من 40 واكثر من 40 وشاف البيفور والافتر. طبعا هنا ريسبونس نسميها سستين بيولوجيكال ريسبونس كريسبونس تريتمنت، وقبل العلاج ايش كان الشكل للشخص نفسه وبعد العلاج ايش كان الوضع، فنسميها ماكنيمار تيست. اذا نومينال مع نومينال لكن بيفور وافتر نسميها ماكنيمار تيست. هنا بالنسبه للاوردينال داتا، الاوردينال داتا هي طبعا من الرير لكن مش معايا هنا اوردر وهنا نومينال، على طول كاي سكوير. كاي سكوير نومينال داتا. طبعا في حاجه بس رير لكن لو جات لكم، انتم عارفين بحان في السكور مثلا البين سكور، السكور حق البين سكور عالي، فبالتالي هنا هي اساسا اوردينال وممكن تكون مع نومينال، نستخدم حاجه نسميها مانوتري تيست لكن دي رير بالنسبه لنا. لكن الاساس بالنسبه للاوردينال داتا اذا كانت اوردينال والسكور حقها ما هوش عالي يعني الى 4 الى 5، نقول مع الديزيز ياس ونو فنستخدم كاي سكوير. او تفضلوا الان اكسرسايز اي معاكم، تفضلوا.